في الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية موبيليس، واصل أهلي البرج تألقه بفوزه الثاني توالياً، وهذه المرة خارج قواعده على حساب اتحاد بسكرا صاعد الجديد بهدف نظيف ليعمق من جراح هذا الأخير. شبيبة بيجايا سارت على خطى أهلي البرج محققة فوزها الثاني على حساب غالي معسكر بهدف يتيم داخل ميدان غالي معسكر، الذي خسر مباراته الثانية بعد الخسارة الأولى أمام أهلي البرج. بعد تعادله أمام شباب عين فكرون في الجولة الأولى، اكتسح نادي بارادو ضيفه مولودية العلمة برباعية نظيفة تداول عليها كل من عطال في الدقيقة 17 ونعيجي بعدها بدقيقتين، مستغلا الخطأ الفادح على مستوى دفاع البابية. وفي الشوط الثاني أضاف نعيجي الهدف الثالث لبارادو ليختتم درواش مهرجان الأهداف في الدقيقة 73. جمعية أولمبيشلف وبعد فوزها داخل قواعدها على اتحاد بسكرا فرضت التعادل الإيجابي على وداد بوفاريك بهدف لمثله، وهو التعادل الثاني للوداد. شبيبة سكيكدا هي الأخرى فرضت التعادل السلبي على أمل الأربعاء الذي لعب مباراته بالأمل بسبب عدم تأهيل اللاعبين الجدد على غرار أكسس، لكنه في المقابل اعتمد على خبرة بعض اللاعبين كحسين أشيو وجغبالة. اتحاد البوليدا وبعد خسارته الأولى خارج قواعده أمام شبيبة سكيكدا عوض الخسارة بفوز داخل الديار على شباب عين فكرون بهدفين لواحد. بعد خسارته أمام مولودية العلمة في الجولة الأولى حقق مولودية سعيدة فوزا ثمينا وصعبا أمام أمل بوسعادة بهدفين لواحد، فوز رفع من معنويات أنصار المولودية.